محمد سامي يقين، عندي 10 سنين، لاعبين اليوم ضد جمعية تواصل تواصل من جاي من سلا. ان شاء الله نربحو ونلعبو في روح رياضية. ولاعبين الاستاذ تاعي هو سميتو الاستاذ بخار، هو مدرب مزيان، ميز عنده مزيان. لاعبين في استاد فيليب. وشنو الانشطه اللي كديروا السنه؟ الفرق اللي المدارس اللي تواجهتوا معاهم هذه السنه؟ العام اللي فات لعبنا مع الرجاء، الرجاء وجيش الملكي وكثير من الفرق. مدارس. وهذه السنه لعبنا مع طاس. والنتيجه اللي درتوها مع الطاس؟ طاس درنا ماتش مزيان. النتيجه شنو كانت النتيجه مع الطاس؟ 4-0 ولا 8-0. ربحتوا ولا خسرتوا؟ ربحناهم، وان شاء الله نجيو في روح رياضيه في هذا الماتش. ان شاء الله. واليوم غادي تواجهوا مع جمعيه التواصل الرياضي السنوي اللي جاتكم من مدينه سالا، شنو تبغي تقول للاصدقاء اللي تواجه معاهم؟ وشنو تبغي تقول على المقابله اللي تلعبوا فيها اليوم ان شاء الله مع اصدقاء ديالكم اللي جايين من سلا؟ وان شاء الله نلعبوا في روح رياضيه ولو ميغ كان وهذاك. ان شاء الله. رشيد حنشوط لاعب جمعيه التواصل الرياضي السلاوي، تفضل. انا سميتي رشيد حنشوط، كنلعب مع فريق الرياضي السلاوي كرة القدم. بغينا نلعبوا هذا الماتش مزيان ان شاء الله ونربحوهم. واليوم لاعبين مع الوداد الرياضي البيضاوي، شنو تبغي تقول الاصدقاء ديالك اللي في نادي الوداد؟ لعبوا معهم بروح رياضيه بلا تهلات. والانشطه اللي دوزتوا هذه السنه هذه؟ انشطه المقابلات اللي دوزتوا، انشطه اللي دوزتي مع التواصل؟ لعبنا مع مدرسه الليمون وجيش الملكي ملحقه، وغنلعبوا مع الوداد وفريق التطواني ان شاء الله. المغرب تطواني ان شاء الله. شنو تبغي تقول في هذه المقابله؟ شنو اليوم حاضر مع الجمعيه ديالك؟ شنو النوايا ديالكم في هذه المقابله هذه ديال جمعيه التواصل؟ بحكم انك استعديتي مع الجمعيه ديال الحصص التدريبيه، شنو كانت في الحصص التدريبيه؟ شنو هما التعليمات اللي كانوا في الحصص التدريبيه اللي تعطات لكم من طرف الاساتذه ديالكم؟ لعبوا على السرعه قادك في لا فيتاس. خدمنا شنو؟ خدمنا في زونترينمون مع المؤطرين ديالك لا فيتاس والاخر كيفاش نصبروا كونترول تير ان شاء الله. واليوم ان شاء الله عندكم مقابله مع الوداد، تنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وتبارك الله عليكم. سلم على صاحبك. سلم على صاحبك. شكيك ازيد اجي انت معنا حارس مرمى فريق جمعيه التواصل محمد شعيكيكا، تفضل. اسمي لي محمد شعيكيكا، تلعب مع التواصل السلاوي، وجيت من الكازا نلعب مع الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي ان شاء الله. و نتمنى نلعبوا بالاداب وبالروح الرياضيه. شنو تبغي تقول للاصدقاء ديالك بحكم انت جاورتي جمعيه التواصل تقريبا هذه السنه اقدم العناصر وجاورتيهم، وهذه السنه هذه شنو المتغيرات اللي بانت لك؟ واش احسن من السنه الماضيه؟ شنو بالك في هذه السنه هذه بحكم انت جاورتي سنوات؟ احسن من قبل دابا مع لعبنا مع تطوان، المغرب تطواني، ميلوديه وجده، الليمون، جيش الملكي. واليوم ان شاء الله مع مدرسه ديال الوداد. مع الوداد البيضاوي. وشنو كتمنى اليوم من هذه المقابلات؟ كنتمنى نلعبوا بأدب وبلا تهراس. ان شاء الله. لاعب مدرسه الوداد الرياضي البيضاوي معك جمعيه التواصل. السلام عليكم، سميتي فهد تشيك، تلعب مع الوداد، واليوم غادي نلعبوا مع جمعيه التواصل السنويه. واش نتمنى نربحوا هذا الماتش بلا تهراس لا والو. وشنو كتمنى في هذه المقابله؟ شنو كتبغي تقول الاصدقاء ديالك اللي جاوكم من سلا للدار البيضاء؟ شنو كتقول لهم؟ شي رساله ترحيب ولا شي حاجه؟ مرحبا بكم، بحال بحال. كنا كنلعبوا تحت شعار ديال المغرب. وشنو هما الانشطه اللي كديروا من المدرسه ديال الوداد في هذه السنه هذه؟ شنو هما الانشطه اللي دوزتوا مقابلات من بدايه السنه؟ لعبنا مع طاس، لعبنا مع
طاس اتحاد البيضاوي ياك؟ ها طاس و اتحاد البيضاوي و محمديه. ها شباب محمديه. والنتيجه ديالكم اللي كانت في المحمديه، اللي النتيجه اللي كانت في المحمديه كان درنا 8-7 ربحناهم. مبروك. واخا شكيكا ماشي، سلم على راسك.